اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجي صاحبه رأي. معاكم ريهام تهامي، وهنناقش مع بعض مشاكل تهم حياتنا اليوميه، مشاكل بنشوفها صغيره وتافهه وبسيطه بس بتاثر على حياتنا بشكل كبير. هنعرض الراي والراي الاخر وبمنتهى الحياديه. وعشان ما اطولش على حضراتكم، حابه ان انا ابتدي موضوع حلقتنا النهارده، بس في الاول حابه ارحب بضيوفي الموجودين معايا في الاستوديو النهارده، الاستاذ حاتم ابو النجا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، اهلا بحضرتك. الاستاذه رحاب حسني المحاميه زوجة الاستاذ حاتم. معانا النهارده في الحلقه اتنين محامين من نفس الكارير ومن نفس المجال. هنتكلم النهارده في موضوع شائك جدا وبيهمنا كلنا، مشكلة جات لي من احد المتابعين وهتكون هي موضوع حلقتنا النهاردة. هندخل في الموضوع على طول. المشكلة بتقول: لزوج تزوج زواج تقليدي وكان في فترة خطوبة، يعني مفيش حجة، الناس اللي دايما بتقول ان الناس ما بتعرفش بعض غير في فترة الخطوبة، كان في فترة خطوبة وكانت زوجته قليلة الكلام في فترة الخطوبة، لما كان بيسألها مش بتتكلمي كتير ليه؟ كان ردها: ده طبعي انا قليلة الكلام. وبعد الجواز ظهرت على حقيقتها، كل يوم عاوزة خروج وفسح وهدايا بحجة انه بيشتغل في شركة مرموقة، وهو رغم كده مرتبه محدود، ولكن هو ما قالهاش هو بيقبض كام قبل الجواز ولا في فترة الخطوبة. لما لقاها بالشكل ده بدأ يهددها بالطلاق لو ما بعدتش عن التصرفات دي. كان ردها: لو طلقتني انا هحبسك. وفعلا عملت له قضية تبديد منقلات. السؤال هنا هو موضوع حلقتنا النهاردة: هل تهديد الزوج لزوجته بالطلاق هو الحل للخلافات الزوجية؟ هبتدي بأستاذ حاتم. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، موضوع الطلاق إن أنا أستخدمه كسلاح، أنا شايف إن ده قلة حيلة. النهاردة أنت مثلا بتقول هطلقك، طب أنت ليه ما حاولتش إن أنت تحل المشكلة معاه؟ ومن خلال عرض حضرتك طبعا للمشكلة، ما هو مفيش شفافيه، مفيش شفافيه من البدايه طبعا، ان هو يعني حضرتك مع ان يعني الزوج يقول لزوجته مرتبه كام؟ والله طبعا مفترض، لان انت النهارده داخل اسمه الميثاق الغليظ، بس يعني في رجاله بتبقى عندها حته الخوف الداخلي، ان هي اللي تتحكم في مصاريف، هي اللي تقول لي اعمل ايه ما اعملش ايه، انا عايزه انا لما يبقى عندي خصوصيتي. طب هي لو بتشتغل انا اعرف هي بتقبض كام مثلا؟ طبعا المفترض الشفافيه موجوده، دي علاقه زوجيه، ما هياش النهارده صاحب اخبي عنه مشكله او طبعا. بس في مثل بيقول الجواز زي البطيخه المقفوله، الناس بتبقى خايفه مش واثقه قوي او لسه ما حبتش الشخص ده قوي، يعني وات ايفر. والله يا فندم انا شايف ان ده بعد اكثر طبعا عن الاصول وعن الدين وعن الشريعه الاسلاميه او عن الشريعه عامه، ان انا بعدت خالص عن اللي المفترض يتم في العلاقه الزوجيه. ان انا باجي والله في بالنسبه للراجل: اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. وبالنسبه للزوجه اكيد ده اكيد الخلق والدين ده شيء اساسي. تمام، بالنسبه للزوج والزوجه فخلاص انا اقمت، ما دام ده توافر المفترض العلاقه الزوجيه بتقوم. فانا النهارده عدم الشفافيه من البدايه، يعني حضرتك شايف ان اساس المشكله اللي معانا في الحلقه النهارده وهي السلاح او الرخصه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للزوج انه بيستخدمها بشكل غلط، طب ما هو يعني بيهددها عشان ترتدع او تبعد عن التصرفات دي. مش هو دي المشكله، مش هو دي الطريقه اللي انت تقدر تخليها ترتدع عن حاجه زي كده. المفترض ان انت ليه؟ انا عايز اخد راي استاذه رحاب في الموضوع ده، ليه؟ زمان ايام سي السيد وامينه ولو خرجتي هتبقي طالق، يعني هو بيقول لها عشان تخاف. حضرتك متحيزه للراجل؟ لا لا والله انا مش، انا متهمه ان انا متحيزه للراجل، لكن انا مع ان الراجل ليه احترامه. اكيد اكيد ده ما فيش حد يختلف عليه، بس زي ما استاذ حاتم قال الشفافيه مطلوبه. احنا داخلين علاقه، انت مفروض بدايه يعني ان انت احسنت الاختيار. انا دورت، ما هو احسن الاختيار الناس، المرء مخبوء تحت لسانه، هو بيقول لك ما كانتش بتتكلم في فتره الخطوبه. تمام خلاص، احنا دلوقتي في امر واقع، احنا اتجوزنا، فاذا امر واقع والحياه باظت. لا ما هي انا اللي بوظتها، الراجل هو اللي بوظها بانه ما قالش الحقيقه كامله. انت كان المفروض تعرفها حياتك ماشيه ازاي. مش كل الناس حضرتك بتمشي بمعنى ده. اتفضل. هي
هي خبت عن هو خبى عنها ان هو بيبقى عشان خايف ان مثلا ان هي تتعدى على كيانه، وهي في نفس الوقت خبت عنه برضو طريقه، او ان مثلا ايه امالها اللي هي عايزاها. المفترض ان النهارده في فتره الخطوبه دي معموله كده، ان انت بتقول ان النهارده ما عرفتش ادرس، اصل هي ما بتقللت الكلام. بتقول له انا طبعي كده ما بتكلمش كتير، وبعد الجواز بقى طبعا. طب خلاص احنا بقينا في امر واقع، هل بقى حلي ان انا اهددها بالطلاق واقول لها لو ما ارتدعتيش عن اللي انت بتعمليه؟ وطلعت زوجه مفتريه. مفتريه لان القانون في صفها. يعني حضرتك شايفه ان الست النهارده بتستغل ان القانون في صفها؟ جدا للاسف. بتستغل. يعني ما تزعليش بقى ان انا مؤيده للراجل وما بحترمش. لا هقول لحضرتك على حاجه، هي ما للاسف برضو مش بتكسب حاجه. يعني انت هتمشي، انت بتستغلي حاجه زي كده، طيب تمام، مشيتي في سكه القضاء ومشيتي، ايه اللي انت بتاخديه؟ ما هو احنا بقى هنرجع، يا ريت نبص للصوره كامله. انت بترجعي في الاخر، انت بتكوني خسرتي حياتك وخسرتي بيتك، وفي الاخر برضو النهارده المشكله بيقولك انها عملت له قضيه تبديد منقولات. القايمه، دور القايمه لاي اتنين مقبلين على الزواج، في ناس كتير بتجهل امور كتير في القايمه محدش يعرفها. توصيف العفش في القايمه مدى خطورته القانونيه؟ والله موضوع توصيف العفش طبعا ده بيبقى خطورته، هي مش خطوره بالمعنى المفترض، خطورته على الراجل. ما احنا بنتكلم دلوقتي في امر بس يعني بسيط جدا. احنا نرجع اصلا لاصل القايمه. بدايه يعني بدايه القايمه دي زي تعتبر جزء من المهر. انا عرضت عليها بدل ما اديها مهر، لا احنا جبنا مثلا جزء من العفش ده يعتبر المهر بتاعها، ومضيت عليه بصفه امانه. توصيف العفش في القايمه طبعا دي هي تعتبر من المخاطر اللي موجوده عندي ناس كتير، ولكن للي عايز يمشي تمام مظبوط بتبقى بالنسبه له مفيش مشكله. لو العلاقه الزوجيه ممكن الزوجه تستغل ده في حاله ان هي كانت سبب المشكله، او طبعا احنا كل واقعه وليها طريقتها او ليها موضوعها. ولكن النهارده خلينا في ان توصيف القايمه، توصيف القايمه طبعا ما اقدرش اغير غرفه فيه. نوم مكونه من كم قطعه وهكذا كذا، مش موضوع غلط. لا احنا عايزين النهارده نقدم نصايح لاي اتنين مقبلين على الزواج، غلط او ولا صح؟ ما هو غلط بالنسبه للطرف. غلط بالنسبه للراجل. بالضبط طبعا. هل في ثغره، عايز اسال حضرتك، هل في ثغره في القانون بتبيح للزوجه انها ترفع جنح التبديد منقولات ويكون الزوج مظلوم؟ والله موضوع الثغرات، انا النهارده خدت القايمه لما بمضي عليها بمضيها بصفه امانه. هي دي مشكله ارجو ان شاء الله في التعديلات اللي بامر الله اللي موجود في الاحوال القانون الاحتياطي باذن الرحمن اللي موجود يبتدي ان يدرس الموضوع ده، لان الموضوع ده شائك جدا جدا جدا، تعلق قائمه المنقولات. طب انا عايزه باستفاضه الجزئيه دي، يعني لو هي عملت كده وهددته وفعلا اتجهت للقضاء ورفعت القضيه، تمام، يعني بيتم ايه يعني؟ يسجن الزوج من كام سنه لسنه في حال ثبت فعلا؟ هي طبعا اي قائمه المنقولات تعتبر من قبل خيانه الامانه، بتبقى عقوبتها من اول 24 ساعه لحد 3 سنين لانها من مواد الجرح. وينفع يخرج بكفاله الزوج، يخرج بكفاله من هذه القضيه؟ هو موضوع الكفاله متاحه، لانها هي دي درجات التقاضي بقى، احنا ما بنتكلمش النهارده موضوع الكفاله، دي درجات التقاضي. النهارده عمل اول طبعا ما حضرش في اول جلسه، بعد كده بيتحكم عليه غيابي، بعد كده بيعمل معارضه. الكفاله ما بتحتاجهاش الا في وقت معين عشان عدم التنفيذ عليه، ولكن احنا نرجع، هو ممكن من البدايه بيسلم لها المنقولات وبيتم عرضها عن طريق طبعا القسم وبطرق طبعا قانونيه. ولو هو مظلوم وهي اتهمته ظلم وجابت شهود وعملت مشاكل لا مفر طبعا، لان انت النهارده هيتحبس. مش موضوع حبس، لا انت النهارده حضرتك هتسلم، انت النهارده اللي جه موجود، المشكله اللي موجوده يا فندم عندنا حاليا يسلم ايه؟ بس بص حضرتك، النهارده اتنين اتجوزوا جابوا حاجات في العفش وكتبوا قائمه منقولات، اثناء العلاقه الزوجيه بيتغير حاجات كتير، الزوجه بتشتري حاجات مثلا غير اللي موجوده في القايمه، دي مصيرها ايه؟ ما احنا عندنا يا اما هتسلم امتى العفش نفسه، يا اما هتسلم امتى. ولكن المشكله مش هنا، المشكله ان في بعض الاحيان طبعا بيتم الزواج او كتب الكتاب بمعنى اصح قبل الدخول بفتره وجيزه. فبيضطروا يكتبوا قايمه بمبالغ خياليه، يبقى غير مبالغ خياليه، بتبقى حاجات ممكن ما تكونش موجوده بالفعل ممكن ما تكونش اصلا جت،
فبيقع بقى هو بعد كده لو حصلت خلافات بعد الجواز في ان انا لازم اسلم اللي موجود في القايمه اللي اصلا انا يوم ما كتبتها ما كانش الحاجه دي ما كانتش موجوده اصلا. فطبعا هي بتبقى المشكله هنا. اما لو كانت العلاقه تمت قبل الدخل مباشره فالعفش اللي موجود هو اللي بيتكتب. فهو اثناء التجهيز ده بيبقى خطر طبعا. ما تنصحش اي شاب ان هو يكتب قايمه وهو لسه ما جابش ما فيش حاجه جت في العقد. لازم يكون قبل الدخل مباشره اللي يكون انت عارف ايه اللي جه ايه اللي ليك وايه اللي عليك وايه اللي جه. انتقل لاستاذه رحاب، مع ولا ضد القايمه لاي اتنين مقبلين على الزواج؟ بصي ما اقدرش اقول مع او ضد، لان هي احيانا ممكن الزوج يتظلم بسبب الزوجه لو هي فعلا انسانه مفتريه، وممكن الزوجه تتظلم لو هو يقدر ان هو يغير مثلا في حاجه زي كده. طب والزوج بقى، هقطع حضرتك، الزوج يا استاذ حاتم ازاي يثبت انه مظلوم؟ يعني هي بتدعي عليه وهو ما عملش حاجه، مفيش مفهوم. بتستغل زي ما استاذه رحاب قالت من شويه ان هو قانون في صفها. اولا احنا نفصل قائمه المنقولات عن العلاقه الزوجيه، لان ممكن تكون العلاقه الزوجيه قائمه. مفيش حد بيفصل دلوقتي. لا احنا بنفصل قانونا ان قائمه المنقولات تفصل عن العلاقه الزوجيه. ممكن تبقى العلاقه الزوجيه قائمه بالنسبة. هي شعرت في مشكلتنا دي انه بيهددها وانه في ايده سلاح. تمام. هي كمان حابه تستغل السلاح. بالظبط يا فندم، نفس السلاح. هو يا فندم هي عملت ايه؟ استغلت حاجه اثناء وجود العلاقه الزوجيه وان هي قائمه. فهي وطول ما الرباط الزوجيه قائم خلاص بالطبع. يعني من حقها تعمل اي حاجه، وهو كمان من حقه يعمل اي حاجه. قائمه المنقولات سواء بانعقاد الزواج ووجوده من عدمه او بعد انتهائه، فهي نفصل دائما ما بين قائمه المنقولات والعلاقه الزوجيه. ممكن تبقى العلاقه الزوجيه قائمه وتطالب بقائمه المنقولات طبعا، وممكن بعد انتهائها برضو تطالب بقائمه المنقولات. في حاله توصيف العفش والمنقولات في قائمه الزواج، قائمه المنقولات. انا عايزه اعرف العقوبه بيكون ايه؟ يعني النهارده زوج تزوج يعني وعمل قائمه منقولات، اوكي، وحصل خلاف زي ما اي خلاف بيحصل، وهي اشتكته والتوصيف ده موجود، عدد 2 تلفزيون 2 كذا، يعني بيبقى ايه عقوبه بقى يعني اللي بتقع على الرجل؟ النهارده العقوبه من 24 ساعه لانها تحت تقع ده في حاله في وجود توصيف او عدم توصيف. بالضبط كده. العقوبه بتبقى من 24 ساعه لثلاث سنين، طبقا لان هي ماده من مواد الجنح. مواد الجنح بتبدا من 24 ساعه لثلاث سنين، وبيطبق عليه الماده 341 من قانون المنقولات. استاذه رحاب، احساس الزوجه بفقدان الامان مع الزوج. النهارده الزوجه، مش كل السيدات بتشتغل، في سيدات كتير ربه منزل. النهارده لما يقول لها يعني هو العائل الوحيد ليها، انت هتطلقي او انا هسيبك، الكلام ده كله. ما احنا هنرجع برضو نقول ان القانون ما خلاش انها تحس بكده، لان انت بتبقي حاسه ان انت مهما بس في نقطه بقى، الست لما بتحس ان الراجل خلاص هيستغنى عنها وهيسيبها بتبقى حد تاني، حد تاني، وتقولك بقى خلاص انا هاخد نفقه وهاخد حقي وهطلب وهعمل. رايك؟ ما هو رأيي لو حالت هي ظبطت بتبقى فاكره ان الحياه هتبقى ورد يعني بعد خالص، بالعكس يعني احنا ما هو انا بقول من الاول احنا ما نحولش الحياه الزوجيه انها توصل للمرحله دي. ليه؟ لان انت مش عارفه اللي بعد كده هيكون ايه. انت بتاخدي حقك، قايمه منقولات، النفقه اللي الناس ممكن تكون فاكره، لا هي انت مش بتاخدي حاجه اللي هي فعلا تعيشك العيشه اللي انت متخيلاها. الافضل ان احنا نحل قبل ما نوصل للمرحله دي. حياتك ان انت مش مستاهله ان انت تخسريها او تخسري. لو رايك اي زوجه زوجها هددها بالطلاق تعمل ايه؟ تلتجئ على طول لا تكون عاقله. يا ريت يعني يا ريت كل زوج وزوجه هتحصل ما بينهم مشكله يدوا نفسهم بس 24 ساعه، ما يبتدوش ان هم يفكروا، لان ممكن يكون لحظه غضب، حاجه اتدخلت في حياتهم، هو مضغوط هي مضغوطه. ما نوصلش لحياتنا في مشكلتنا النهارده دي. نرجع للشرع. في مشكلتنا النهارده دي مفيش حد، ما حدش ارتجع، بس هتلاقيهم في الاخر الاثنين ندموا. لا انت مش واضح، ممكن يكون في حالات تانية ندمت. ما لا حضرتك. طب انا عايزه اعرف منكم بقى انتوا الاثنين، بما انكم كابل وفي نفس الكارير وفي نفس المجال، ايه اللي اتغير في المجتمع زمان عن دلوقتي؟ بمعنى زمان كان في احترام اكتر للراجل، بما انها بتقولي انت مؤيده للراجل،
ايه اللي اتغير النهارده؟ النهارده ليه الست ما بتقولش جوزي بيقول لي كده في ساعة غضب؟ ليه بتاخد الكلمة على عاتقها قوي وبتتجه للقضاء على طول؟ لان بتلاقي اللي يساعدها، بتلاقي اللي يقول لها تعالي واحنا حضرتك تعرف انه في بعض السيدات بتتواصل معايا على السوشيال ميديا وبتقول لي انا ما فيش محامي بيساعدني، ما فيش حد بيساعدني، وانا اللي برفع الدعوة بنفسي. قابلنا كده كتير يعني. لا احنا ما جبناش المساعده من هنا. النهارده الاهل الاهل لو قالت للزوجه، من ناحيه الزوج والزوجة على فكره، لو التربيه من هنا وهنا، هو دايما بيبقى حاطط ان انا شفت في يوم من الايام، وهي تقول انا شفت في يوم من الايام والدي ووالدتي في مشاكل وكذا، بس بيقارنوا وجه المقارنه اللي هو انا والدي ووالدتي منفصلين، ايه يعني لما انا اعمل زيهم؟ وغير لا ممكن ما يكونوش منفصلين، بس شافت ان هم كانوا في مشاكل او فانا مش عايز امر بنفس المشاكل. او ان طرف يقوي سواء الست او طرف يقوي الراجل. مش شايفين ان زمان كانت الحياه ابسط من دلوقتي بكتير؟ جدا جدا. هي الست كانت حموله زمان عن دلوقتي. ايه اللي اتغير دلوقتي؟ يعني عايزه تعيش فاكره ان الراجل ده هيجيب لها مصباح علاء الدين ويعمل لها كل حاجه، او هيكرها فهيخليها ان هي واخده. يعني بقت نظره الست النهارده للراجل بتخاف منه اكتر. مش موضوع خوف، ما برضه الراجل نفس الكلام النهارده. بما ان هي المفتريه النهارده مش الراجل. لا 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 لا، على فكره ممكن الا ما رحم ربي. النهارده ممكن يكون في كتير جدا جدا برضو من الرجاله متخيل ان انا الزوجه دي بالنسبه لي الملكان، ان انا هعيش معاها الحياه كان حوريه نزلت من الجنه. لا انت على الارض، انت وهي انتوا على الارض، فطبيعي احنا خلق يعني الانسان يعني خلق احنا بشر مش ملائكه، فاكيد هنخطئ، لازم هيمر مشاكل هنا وهنا. عايزه اتطرق برضو لنقطه مهمه جدا جدا جدا، الذهب. الذهب الشبكه طبعا، اي شاب النهارده اول ما عايزه شبكه زي بنت خالتي زي قريبتي زي صاحبتي، وبتطالبه بمبالغ خياليه برضو. ودي عايزه لها حلقات يعني، ما تكفاش حلقه واحده. فاحنا عايزين نتكلم في نقطة الذهب المذكور في القايمة. أثناء العلاقة الزوجية ساعات الزوج يعني بيتعرض لضائقة مالية، بيضطر يبيع الذهب، وممكن بعلم زوجته أو بدون علمها، دي نقطة تانية، أو هي اللي بتتصرف فيه بتبيعه. وممكن يكون لو حصل خلاف بقى والذهب موجود في القايمة، إيه التصرف القانوني في حالة لو هي اللي باعته وتصرفت فيه، وفي حالة لو الزوج اللي اتصرف فيه أثناء العلاقة الزوجية؟ أولا يا فندم، موضوع الذهب ساعات ممكن يكون موجود في القايمه، طبعا ده بيبقى باتفاق الطرفين، لان ممكن هو يكون جاب الذهب ده بالفعل وهو معاها، فخلاص ما بيحتاجش ان هو يحطه في القايمه. لكن بنيجي مثلا، لا احنا لو مذكور في القايمه وحصل خلاف زي المشكله بتاعت النهارده دي، يبقى عندنا جزئيتين. اول هتقول له رد الذهب بقى، ما هو هتقول لي رد الذهب، يا اما لو هو حتى لو كانت هي اللي اتصرفت فيه اثناء العلاقه الزوجيه، اثناء المعاشره يعني فتره معاشرتهم لوجودهم مع بعض. عايز ارد على حضرتك في الموضوع ان ممكن بكل بساطه هيروح يقول ان انا عملت محضر في وجود الخلافات، ان محضر اداري يفيد ان هو مثلا ان هي خرجت ومعاها الذهب. ممكن هي تجيب برضه شهود تقول والله الذهب كان موجود وباعه في اثناء ما كان، بس هيفضل الموضوع معلق. مش لا مش موضوع معلق، هو مطالب بيه الا بتقدير القاضي طبعا. القاضي اللي بينظر امامه قضيه التبديد هو اللي بيقول في التوقيت ده، وبعدين وبيحكم فيها، وممكن يسلم قايمته، يعني ممكن يسلم كامل عفشه، ممكن ويفضل التبديد واقف على الذهب. والذهب بيتذكر بطريقتين، ممكن يتذكر جرامات فقط بدون تسعير، ممكن يتذكر جرامات ومع التسعير، فممكن ان هو يرد قيمته، يرد القيمه اللي موجوده في القايمه، وممكن يبقى مذكور جرامات بس، فيضطر في التوقيت اللي طلبت بيه يجيب يا اما الذهب يا اما قيمته في التوقيت ده. في حاله الزوجه لو كانت حاضنه وعايزه تاخد بقى الشقه او تقعد فيها فتره الحضانه ديت على طول، والزوج مش موافق بكده، يبيع الشقة ويديها نصيبها منه وتتنازل، يعني يحل الخلاف ازاي لو هو مش عايزها تقعد في الشقة؟ والله بص، الامور دي اولا مسكن الحضانة حق كل حاضن، بس بيفضل لفترة مؤقتة، يا اجر مسكن يا اما بتبقى مسكن الحضانة الفترة، طبعا فترة الحضانة اللي هي 15 سنة لحد ما يتم الصغير 15 سنة. الفكرة بس ان موضوع الحضانة بالنسبة لها او بالنسبة له او مسكن الحضانة ده امر متروك ليهم اتفاقيا او ممكن قضائيا، يعني النهارده يا اما ان انا هقدر اعمل تمكين على الشقه واقعد فيها طول فتره الحضانه طول ما انا حاضن، ويا اما هاخد اجر، يا اما طالب باجر مسكن حضانه.
يعني عندي في سؤال مهم جدا، اذا كان الزوجين اثناء الحياه الزوجيه جابوا عفش وما كتبوهوش في القايمه، تمام، وجي بعد كده حصل خلاف، تمام، والزوجه هي اللي جابت الحاجات دي مش الزوج. وبعدين احنا هنا في مشكله ما حدش واخد باله منها. النهارده الحياه الزوجيه شراكه بين الطرفين، الزوج بيجيب جزء من العفش والزوجه بتجيب الجزء الثاني، ولكن في النهايه كله بيتكتب باسم الزوجه في القايمه. في القايمه هو مش باسم الزوجه، هو في القايمه. اه يعني في يعني بيتكتب لها قايمه، يعني هي بيبقى عندها سند قانوني. تمام فندم. الفكره ان هو بس الجزء اللي هو جابه ده هو بيعتبر كمهر، دي انا بعتبرها ثغره في القانون. يعني انا بعتبرها ثغره في القانون. ليه؟ النهارده الجزء اللي هو جابه ده بيعتبره كمهر، ساعات كتير الزوجه بتطالب بالخلع فتتنازل عن كافه حقوقها الشرعيه، من ضمنها مقدم الصداق اللي هو المعمول او اللي هو المهر. وفي حاجه اسمها العاجل ده. عايزين نعرف من حضرتك اصل القايمه، في يعني باختصار اصل القايمه يعني جت منين؟ والله هو طبعا احنا في القانون او في في العرف المصري هي حسب ما توقعت، هي مش موجوده في الشرع. لا لا، هي مش موضوع مش موجوده في الشرع. ما احنا انا قلت لحضرتك الشرع بيقول في مهر. هو احنا بنعتبره كمهر. فالمفترض ان بيطالب بيه وقت ما هي طلبت الخلع، انت ردي برضه القيمه بتاعت العفش اللي موجوده اللي هو قيمه المهر. المفروض ان انت ترديها. مش كل العائل طبعا حاجه اللي هو جابها بس. لكن هو الاصل بتاع القايمه احنا زي ما تواترت الاقوال عنه ان قالوا ان ده كان ايام من ايام بدات من ايام الانجليز. لما واحد انجليزي جه عشان خاطر يتجوز، كان حب بنت مصريه فحب يتجوزها، فعشان يضمنوا ان هو كذا فكتبوا لها القايمه دي عشان يعرفوا ان هو من هنا. انا عايزه يعني صدري. الموضوع طبعا في كلام كتير جدا، بس سريعا قبل ما وقت حلقتنا ينتهي عايزه اعرف من حضرتك نصيحه في كلمتين هتقولها لي في جزئيه تهديد الزوج لزوجته في حل الخلافات، وحضرتك برضه هتقولي لي نصيحه في كلمتين، وانا هوجه نصيحه في اخر الحلقه للساده المشاهدين. تمام فندم. والله انا بنصح طبعا الزوج اللي بيهدد زوجته، سواء الزوج او الزوجه اللي طالب اللي هي تطلب الطلاق، او الزوج اللي يهددها بالطلاق، والله انا شايفها ان دي يعني قله حيله. ان انت النهارده ما حاولتش تحل، حاول تحل وبعد كده اخر حاجه الطلاق لما يكون الامور خلاص اصبحت مستحيله ما بينكم وما بين بعض، بالذات لما يكون في اطفال او في صغار. دي مشكله كبيره جدا جدا احنا بنعاني منها. ان انت بتفكر في نفسك، او انت فكرتي في نفسك وما فكرتيش في اللي وراكي، فكرتوا ان ده اسمه ميثاق الغليظ. انت النهارده الجواز ده زي يعني حيطه كبيره انت ما تعرفش تهدها بسهوله، وبعدين بيتعبوا جدا عبال ما بيأسسوا بيت واسره. بالضبط يا فندم، كلنا كله استاذه رحاب، نصيحه في كلمتين لاي زوج واي زوجه زوجها بيقول لها هطلقك وتستحمل تعمل ايه؟ نصيحه في كلمتين. انا بنصحها بالخصوصيه، ان انت ما تخرجيش مشاكلك بره، وبنصحه هو برضو لو قال لها كده تستحمل تعدي تعمل ايه؟ تستحمل وما تعتبرهاش ان هي دي خلاص دي نهايه الحياه، انا ممكن اديله فرصه واتنين استميت عشان خاطر حياتي هو كذلك. انتوا ما بنيتوش حياتكم بسهوله عشان تهدوها بسهوله، لا، استميتوا حياتكم تستاهل ان انتوا يعني احنا فعلا المجتمع داخل على كارثه من كميه الخراب اللي بقى بسهوله بسبب كلمه. زي ما قلت في اول الحلقه، مشاكل تافهه وبسيطه بتاثر علينا. انا كمان هقول نصيحه في كلمتين لكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده في الحلقه، ما تعتبرش ان التهديد بالطلاق ده هو الحل الوحيد لخلافاتك الزوجيه. اي راجل بيشوفني دلوقتي ياخد المثل ده ويطبقه، ما تعتبرش ان التهديد بالطلاق هو الحل الوحيد لخلافاتك الزوجية، ده بداية النهاية لحياتك الأسرية. اتشرفت بوجودكم معايا جدا استاذ حاتم، استاذة رحاب، اشوفكم على خير دايما وحلقة جديدة من صحبة رأي.